السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا في قناة بروسوت وفيديو ده في القناة. إن شاء الله النهاردة فيديو جديد من فيديوهات الـ Image Processing في السي شارب. إن شاء الله النهاردة هنشرح السوبل فلتر أو السوبل أوبريتور. السوبل فلتر دي نوع من أنواع الـ High Pass فلتر، بتستخدم في اكتشاف الـ Difference في الـ Intensity في الـ Pixels في الـ Coordinates اللي هي الـ X والـ Y. يعني مثلا إيه الـ، لو احنا جينا بصينا كده على توتوريالز بوينت، الموقع ده بيشرح الايمج بروس كويس. يعني ده شكل الكيرنل بتاعتها، بيبقى يا اما لو انت بتجيب الدريفاتيف اللي هو الاختلاف الكوردينيت بتاع الاكس، انت بتحط الكيرنل دي، ولو لا فانت بتعمل لها ترانسبوز بتعكس الكيرنل بحيث انها تبقى شكل عشان تحس انها تبقى للواي. طب برضه هي بتأثر على الصورة ازاي؟ يعني مثلا بالصورة كده، ده بيجيب الديريفاتيف في الاكس، بيجيب التغير في الاكس. يعني ايه؟ يعني مثلا هو الفلتر ده بيبقى ماشي كلها على الايمج، ولما بيلاقي اختلاف في الاكس بيجيبه، لكن في الواي بيكنسله ما بيجيبوش. بعكس برضه الواي، الواي بتجيب الاختلاف اللي في الواي، ما بتجيبش الاختلاف في الاكس. يعني مثلا لو احنا كده مثلا بصينا ايه على الخط ده اللي هو في الحيطة اللي ورا اينشتاين ده، او في الخط ده مثلا، الخط ده بيبين اكتر اللي هو الخط ده تغير في الايه، ده تغير في الواي، مفيش تغير في الاكس. ان انت لو مشيت على الاكس كده هي نفس البكسلات، لكن في الواي تطلع كده في تغير في البكسلات. لو احنا كده بصينا على الاكس مش جايبها هنا، لكن لو بصينا على الواي بص جايبها هنا، ان في تغير في البكسلات دي. هو ده شكل الكيرنل بتاعها. تقدر برضو انت تقدر تقرا عنها هنا، وفي مواقع يعني هسيبها لك ان شاء الله تحت في الديسكريبشن بتشرح الفلتر ده بتوسع اكتر. يعني نقفل كده. طيب انا قلنا دي شكل الكيرنل، لو انت عايز تجيب الديريفاتيف في اتجاه الاكس انت بتحط دي الكيرنل دي، لو في الواي بتحط الكيرنل دي. وده المثال عليها. مثلا لو احنا عندنا صورة مثلا ايه، نصها على الشمال ميات ونصها اليمين متينات، يعني ده معناه ان في تغير في الاكس، لكن في الواي مفيش تغير. احنا مثلا احنا هنعمل هنطبق على البكسل اللي هي حواليها احمر دي، فالتغير في البكسل دي هيبقى لاتجاه الاكس، لكن لو طلعت في الواي هي 100 فوق 100 فوق، فمفيش تغير. تيجي تعملها على الاكس، هنطبق الفلتر ده، هنضرب 1 في 200 و2 في 200 و1 في 200، والصفر بتضرب في اي حاجه فتقلبها في صفر، كان الصف ده اللي هو ال 100 دي اللي هو قصدي العمود ده مش موجود. تضرب سالب 1 في 100 وسالب 2 في 100 وسالب 1 في 100، هتجمع كل ده هيطلع لك في الاخر 400. لما تيجي انت بقى تحولها لما فلوت يعني لما تيجي تحولها يعني بالبايت بالداتا تايب بايت، فهتطلع 255، فدي هتبقى 255. بحيث مثلا لو كل البكسلات دي كلها ميات، كلها ميات مفيش تغير، يعني هتتقلب كلها بصفر. انت لو ضربت لان دي هتطير دي ودي هتطير دي ودي هتطير دي، فكلها تبقى بصفر. تعال كده بقى ناخد مثال عندنا ازاي بنطبق الفلتر ده في فيجوال ستوديو. احنا هنا بنجيب الصورة، بنديها الباز بتاع الصورة هنا زي ما احنا قلنا قبل كده، وبنعمل ريسايز للصورة عشان الصورة تبقى ثابتة. دلوقتي احنا معانا الصورة، احنا عايزين نجيب الديريفاتيف مرة في اتجاه الاكس ومرة في اتجاه الواي. فاحنا بنعمل ايه؟ دي اول مره هنستخدم فيها الداتا تايب فلوت في الايمج، اللي احنا لان السوب الفلتر بتطلب ان الاوتبوت يبقى فلوت، ان هي العمليات تطلع ارقام عشريه، تطلع بالسالب، تطلع بالموجب كده. طبعا الداتا تايب بايت ما فيهاش لا موجب ولا سالب ولا عشريه، يا اما من صفر يا اما من صفر يا اما ل 255. فاحنا هنا بنعمل ايه؟ بنعمل هنا متغير اتنين ايمج نوعهم بي جي ار فلوت، بنقول هنا ايمج دوت كوبي بلانك. كوبي بلانك دي بيجيب لي نسخه من الايمج بس من غير ولا تفاصيل خالص، من غير الوان، هو بيجيب لي بس الدايمنشنز بتاعها، بيجيب لي 900 و600. بعد كده ايه، الكوبي بلانك دي طبعا هترجع لي بي جي ار بايت، بس بي جي ار كلها اسود مفيش الوان خالص، ان انا قلت له كوبي بلانك، بعكس الكلون اللي احنا شرحناها قبل كده، اللي هي الكلون اللي هي بتجيب لي نسخه من الايمج بالظبط، لكن دي بتجيب لي الدايمنشن بس. بنقول له دوت كونفيرت، قول له هنا حولها لي، بنديها هنا جوه العلامتين دول بي جي ار فلوت، حولها لي لنوع بي جي ار، ندل ان الصوره تكون 3 دايمنشنز بي جي ار الوان، والداتا تايب بتاعتها فلوت. بنيجي هنا نعلن على الكيرنلز بتاعتنا، هنقول هنا ايه
الكيرنال اللي هي الديريفاتيف في اتجاه الاكس هي دي. طبعا بنديها بالصفوف، ده اول صف وده كده تاني، ده تاني صف بعد كده ده تالت صف، وكذلك في اتجاه الواي. هنا بنيجي هنا بقى ايه، نضرب الكيرنلز دي في الايمج بتاعتنا. طبعا في طريقه اسهل بكتير في الحكايه دي، بس انا هقول لك في الاخر. بس انا يعني احنا بحب نشرح نفهم الاول الحاجات دي بتمشي ازاي، بعد كده نشوفها بالطريقه السهله. دي الطريقه الصعبه يعني. بعد كده بنقول سي في انفوك دوت فلتر 2 دي، هناخد الايمج بتاعتنا بالداتا تايب بايت. بعد كده تاني بارامتر بنقول له الاوت بوت هيبقى فين، يعني الانبوت ايمج الاوت بوت هيبقى في الصوره اكس. طب ايه الداله اللي انت او ايه الكيرنل اللي هتتضرب في الصوره الانبوت؟ هنقول له هنا نيو ماتريكس، هنحولها لماتريكس من نوع فلوت، وندي له الدريف اكس مره ودريف واي مره، وطبعا النيو بوينت اللي هو الانشور اللي هي البوينت اللي عليها العمليات، هتبقى البوينت اللي في النص، اللي في نص الكيرنل، بتبقى سالب واحد وسالب واحد. طبعا ده على اي كيرنل، يعني لو الكيرنل بتاعتك 9 في 9 احنا الكيرنل بتاعتنا 3 في 3 مثلا، لو اي كيرنل بقى في اي عمليه ثانيه 9 في 9 برضه حطها سالب واحد وسالب واحد. يعني ايه؟ مش هو انت كده بتقول له انا عايز النقطه اللي في النص بس. بعد الخطوه دي خلاص كده فاهم. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ احنا عايزين زي ما انا قلت لك ايه، يعني مثلا تعالى كده نشوف المثال برضو اللي انا وريته لك من شويه. الجي اكس هنا لما احنا جينا طبقنا الكيرنل، لو احنا قلنا احنا دخلنا من انتنسيتي قليله لانتنسيتي عاليه، احنا من دخلنا من 200 من 100 ل 200، طب لو العكس هتطلع بالسالب ازاي؟ لو احنا قلنا مثلا ايه، لو احنا مثلا هنا 200 ودخلنا الانتنسيتي اقل، يعني الانتنسيتي بقى بالسالب، احنا نزلنا مش طلعنا، فبدل ما هتبقى موجه ب 400 لا هتبقى سالب 400. طبعا دي ايدج، فهو لما احنا هنيجي نحولها ليه، لو احنا من غير، لو احنا خدنا الاوت بوت كده من غير ما احنا نحوله او نعمل عليه شويه عمليات وحولناه للبايت على طول بعد كده عرضناه، هيحول الصفر، هيحول السالب بيه لصفر، فالايدج دي راحت. لا احنا بنعمل، احنا بنقول له ايه، بنعمل ابسوليوت ديفرنس، بنقول له السالب خليه موجب والموجب خليه موجب زي ما هو، يعني كانك انت بتعمل ايه الحد المطلق كده على النمبر بتاعك. فبنقول له هنا ايه الايمج اكس، طبعا دي نوعها بايت خلاص بقى، فاحنا هناخدها في سطر واحد على طول. فاحنا بنقول الاكس اللي هو الاوت بوت دوت ابسوليوت ديفرنس. ابسوليوت ديفرنس احنا بنديها بيجيب لنا الايمج بتاعتي اكس، بيطرح لي الاكس من اللون بتاعي او من الايمج بتاعتي. طبعا في اوفرلود للميثود دي، بنديها بارامتر يا اما اللون فبيطرح كل بيكسل من اللون ده، اللون بتاع البيكسل بيطرحه من اللون ده، يا اما بيطرح الايمج بتاعتنا كلها من الايمج اللي انا بديها له دي كبارامتر تاني يعني. فانا مش عايز اطرحها من حاجه، بس انا عايز اجيب بس الابسوليوت ديفرنس بتاع الاكس، فاحنا بنقول له صفر ان هو هيطرح الايمج بتاعتنا من صفر، هيفضل هو نفس الرقم. احنا عايزين بس الابسوليوت ديفرنس، الابسوليوت بس. بعد كده بنقول له دوت كونفرت، حولها لي بقى، رجعها لي من فلوت، لان طبعا الاكس دي ايه نوعها فلوت، فاحنا بنقول له هنا ايه بعد، طبعا برده بعد الابسوليوت ديفرنس هيجيب لها لي برده فلوت، فانا بقول له هنا ايه دوت كونفرت بي جي ار بايت، حولها لي كبايت بالنسبه للايمج اكس وبالنسبه للايمج واي. ماشي، انا كده جبت الديريفيتيف في اتجاه الاكس واتجاه الواي. دلوقتي انا عايز اعمل حاجه ثانيه، ان انا عايز اضيفهم على بعض، يعني انا عايز ايه اضيف الايمج اللي هو الديريفيتيف في اتجاه الاكس تغير في الاكس وتغير في الواي. فانا بقول له هنا ايه اكس واي بتساوي ايمج اكس، هنضيف عليها الايمج واي او العكس، يعني الايمج واي هنضيف عليها الايمج اكس عادي. فالبيكسل كانك انت بتحط عليها الايمج واي كده، بتحطهم على بعض، بتجمعهم على بعض وبيطلعوا لي في الاكس واي. عايزين بقى نجيب زي ايه التقاطع بينهم، يعني ايه التقاطع؟ يعني البيكسل اللي فيها تغير في الاكس وتغير في الواي. ازاي تغير في الاكس وتغير في الواي؟ دي اللي هي الكورنرز. يعني مثلا لو انا مثلا ايه عندي صوره بالشكل ده كده، هنشوفها دلوقتي. فهنا الحافه دي في تغير في الاكس وهنا في تغير في الواي. النقطه دي خبالك، النقطه دي لو انت طلعت فوق في تغير، ولو انت رحت شمال في تغير، يعني في اكس والاكس والواي فيهم تغير. فدي نتيجه فدي بنطلعها بالتقاطع بينهم، يعني اللي هي نون ايمج اكس دوت اند. طبعا دي اللي هي اللوجيكال اوبريتورز هنشرحها ان شاء الله قدام شويه ان شاء الله، بس خدها دلوقتي. دي ان الاند دي بتجيب لي، تقول بقول له هنا البكسلات اللي موجوده هنا وموجوده هنا، مش البكسل يعني لو هي موجوده في حد ومش موجود في الثانيه لا خليها بصفر، لكن اللي هي موجوده وموجوده هنا فانت خليها ايه، هاتها لي حطها في الاكس اندرسكور واي.
طيب احنا هنا بنعرض الايمج، بعد كده بنعرض الديريفيتيف في الاكس والديريفيتيف في الواي، بعد كده بنطلع الجمع، وبعد كده بنطلع التقاطع. تعالى كده بقى ايه نعمل ران نشوف اهو، طلع لي اهو النتيجه دي الايمج بتاعتنا. لو احنا كده رحنا ايه على الديريفيتيف في اتجاه الاكس، جاب لي هنا ايه، بص هنا الاكس بتاعتنا اللي هي الحواف بتاعت الاكس، اللي هو اللي هي الحواف الجانبيه بتاعت الاكس. لو رحنا على اتجاه الواي، جاب لي الحواف اللي فوق دي بتاعت الواي. نروح على الاكس والواي، جاب لي هنا ايه الايدج او الباوندري اللي حوالين الشيب نفسه اللي هو الاكس والواي. لو احنا رحنا بقى على التقاطع بينهم، هو هيجيب لي الكورنر، بس هي الكورنر بكسلات قليله قوي، فانت ما ممكن ما تشوفهاش. تعالى كده ايه نجرب نعمل لها دايليت. الدايليت دي ان هي بتوسع لي الصوره شويه، هنشرحها قدام ان شاء الله في المورفولوجيكال. مثلا ايه هنوسعها مثلا بمقدار 3 مثلا، 3 هنوسع البكسلات البيضاء شويه. اهو بص التقاطع في الاكس والتقاطع في الواي، جاب لي هنا بص ايه بكسلات اهي، الاربع اللي هي الاربع كورنرز، اللي هي الكورنر دي والكورنر دي والكورنر دي والكورنر دي. طبعا انت ممكن تستخدم الحكايه دي في ان انت ايه تعمل ديتكت للكورنرز اللي في الشيب بتاعتك. خلاص بقى كده احنا ورينا ان البكسلات بتبقى قليله. تعالى مثلا ايه نجرب على صوره تانية مثلا، مش لازم الصوره دي، مثلا نجربها مثلا ممكن ما يكونش الشيب، مثلا ممكن ما يكونش مربع، بس ممكن يكون اي حاجه تانية، ممكن يكون نجمه، دايرة. نجرب دلوقتي نشوف اهو، دي عندنا ايمج ايه مربع ومثلث ونجمة. لو احنا شفنا التغير في الاكس، ده التغير في الاكس. طبعا هنا ايه المثلث ده هنا في اللي هي العصاية المايلة دي في تغير في الاكس وتغير في الواي. فاحنا لو شفنا في الواي برضو هنا ايه هنلاقي في تغير بس بسيط قوي، لكن موجود يعني في تغير في الواي، لكن في الاكس تغير عالي قوي في الحاجات دي في اللي هي العصايتين دول. كذلك الحال برضه في النجمه، يعني بص هنا ايه في تغير هنا عالي قوي في الواي، بس في برضه تغير في الاكس، يعني هنا ايه في تغير في الاكس بس قليل، او بعكس الواي في عالي طبعا، ودي بيعوض دي، فاهم؟ خلي بالك احنا هنا عملناها على بي جي ار. يعني ايه بي جي ار؟ يعني الكيرنل دي، الكيرنل دي بتمشي على الثلاثه، بتمشي على الثلاث اريز اللي هي البي والجي والار، بتمشي عليهم هما الثلاثه. تعالى مثلا نجربها مثلا مع صورة ايه، مثلا صورة تانية كده. ولو مثلا دي الصورة بتاعتنا دي، تعالى كده نشوف التغير في الاكس اهو. خلي بالك انا قلت لك ايه، هو الكيرنل بتمشي على الثلاث الوان، بعد كده في الاخر بتجمعهم. ده التغير في الاكس. طبعا مش جايب لك اللي هي الخطوط دي، جايبها لك بس ضئيله قوي، فاهم؟ اللي هي الخطوط اللي هي السوداء دي اللي على التيشيرت دي طبعا تغير في اتجاه الواي، بس مفيش قوي تغير في الاكس. لكن نشوف اللي في الواي، في الواي جايبها لك واضحه قوي، بيقول لك اه فينا في تغير جامد قوي في الواي. نشوف الاكس والواي، وهنا نشوف التقاطع. التقاطع موجود بس يعني ايه مش باين قوي، فاهم؟ فبس هو ده كان الفيديو بتاع النهارده يا جماعه. ارجو ان الفيديو ينال اعجابكم، وشرحنا النهارده السوبل اوبريتور في الايمج بروسيسنج في السي شارب. نسيت اقول لكم حاجه برضو يا جماعه، احنا شرحنا الطريقه الصعبه، نسيت اقول لكم الطريقه السهله اللي هي مجرد داله. يعني انت بدل ما تعمل الكيرنل وتضرب في الايمج بعد كده، هي بتبقى داله بس، انت كل ما عليك ان انت بتستدعي داله بعد كده بتحولها من فلوت، بتجيب الابسولوت ديفرنس طبعا بتاعت الناتج من الداله، بعد كده ايه بتحولها للبايت على طول. احنا هنا عندنا الايمج، بنقول له هنا ايمج دوت سوبل، هنا ايمج دوت سوبل، وبدي اول بارامتر اللي هو الاكس، التغير في الاكس والتغير، بعد كده التغير في الواي، بعد كده حجم الكيرنل. يعني ايه التغير في الاكس؟ تغير الاكس ده ان انت بتقول له اعمل لي تغير في الاكس، فانت بتقول له هنا اديها واحد. في البارامتر الثاني بقى التغير في الواي، لو انت مش عايز تغير في الواي خليها بصفر، لو انت عايز تغير في الواي خليها بواحد. وكذلك برضو ايه في الواي، هنا انا بقول له انا مش عايز تغير في الاكس بس عايز تغير في الواي، وبعد كده بحطه ايه الكيرنل 3. لكن لو انا عايز التقاطع ما بينهم بحط الاثنين بواحد،
لكن الاداه احنا بنعملها يا دوب. طبعا هنا بعد كده هنا هنا بنقول له الايمج اكس، بنقول هنا تجيب الابسولوت ديفرنس بتاعت الاكس والواي والاد اللي هي الجمع بين الاكس والواي، بنحط الايمج اكس على الايمج واي، بعد كده بتطلع نفس النتيجه يعني. هكذا مره جاب لي هنا ايه اللي هي الاكس اللي هي الواي زي بتاعتنا، او الاكس بلس الواي اهي، دي جاب لي التقاطع بتاع الاكس والواي عشان احنا نسيت انا احولها اللي جبت منها الابسولوت ديفرنس، لان انا ايه حولتها البايت على طول، لا لازم اجيب الابسولوت ديفرنس بعد كده ايه احولها البايت. فبس هو ده كان درس النهارده يا جماعه، ارجو ان جود درس انا عجبكم. ده السوبل في الايمج بروسيسنج في السي شارب.